برضو تم التحقيق معاه وموقفه صعب، لان كلام مختلف عن كلام فتوح. فتوح في المحاكمة شفت له فيديو كده، كان سيادة المستشار او القاضي الجليل كان بيتكلم بيسأله انت ماشي على سرعة كام، ففتوح قال له انا كنت ماشي على 120. النهاردة محمد صبحي قال لك انا كان ماشي على 150. فطبعا الاقوال مختلفة تماما يعني، فدي طبعا عمالة تصعب. والطبيعي برضو موقف صبحي وحتى الشخص الاخر اللي كان معاهم موقف صعب يعني، الموضوع عمال يتقفل على فتوح. ربنا زي ما هقولها تاني يا جماعة، والله ربنا يتولى امره، ربنا موقف فعلا يزعل اي حد، زي ما زعلانين على امين الشرطة زي ما اكيد زعلانين على فتوح. دي المواقف اللي احنا حبيت ان انا اتكلم فيها، واعتقد ان الموضوع صعب جدا على فتوح وممكن يأثر على مسيرته الكروية. فطبعا في ناس بتهاجم صبحي وفي ناس بتتكلم ازاي قلت كده، ده انت كده وديته في داهيه ولبسته. يا جماعه برضو ما هو الموقف صعب برضو، ما انتوا اعذروا برضو الشخص التاني، ما اعذروا الشخص التاني اللي موجود، طبيعي هيتكلم لان برضو الموقف اللي هو فيه صعب، لان لو قال غير كده ممكن موقفه يبقى صعب في القضيه، ممكن يبقى مشارك في القضيه او يبقى طرف في القضيه. فاكيد برضو الحاجات دي اكيد النيابه العامه واكيد القاضي او القضاه شايفين الموضوع بمنظور مختلف عننا. فبتمنى ان الناس يعني برضو ايه، لان فوجئت ان في كلام على صبحي هجوم عليه بشكل غير طبيعي. طب يا جماعه انت لو حطيت نفسك في مكان صبحي هتعمل ايه؟ طبيعي يعني هتقول اللي اتقال يعني، لان الحادثه في العموم والتقرير اللي طالع باين ان كانت سرعه زياده. فطبعا الموقف يعني صعب جدا. ودي الغريبه بقى ان انا كمان حتى ما شفتش حتى مستشارين من نادي الزمالك مع فتوح. هم هل نادي الزمالك تخلى عن فتوح؟ يا جماعه سيبكم من الموقف، فتوح اخطا، فتوح عمل كارثه، خلاص ازمه كبيره جدا. طب فين الناحية المعنوية والناحية الإنسانية؟ فين الكيان اللي أنا بنتمي ليه؟ يبقى حتى في ظهري مش أنا عارف إن أنا أخطأت على فكرة، بس لما أحس إن زمايلي وأحس، سيبكم من الإشارات اللي بتطلع في الحاجات دي كلها، دي والستوري والفيسبوك والحاجات دي كلها دي ما بتعملش حاجة، دي مجرد بس شو مش أكتر يعني، مجرد بس عشان أجيب ريتش وعشان أجيب لايكات والحاجات اللي هي الغريبة اللي بتحصل دي. بس أنا هكلمكم على الكيان. طب فين الكيان بتاع نادي الزمالك حتى في وقفته مع فتوح؟ هل خلاص نادي الزمالك رمى الفوطه زي ما بيتقال؟ هل حاسس ان الموضوع خلاص ان فتوح ملوش مخرج؟ طب على الاقل تعامل معاه نفسي، تعامل معاه معنويا. ما هو يا جماعه برضه مع احترامي اخطا وكله خطا شنيع وخطا صعب جدا، بس برضه ما يبقاش من كله يعني، حتى معنويا بس مش اكتر. احس برضو ان المكان اللي موجود فيها واقف في ظهري، انا عارف إن, ان 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 الموضوع كبير، بس حتى كنفسيا انا عارف بيني وبين نفسي ان انا اخطات، وعارف ان انا في ازمه كبيره جدا، بس موضوع نفسي. لا نادي الزمالك مفيش مستشارين، مفيش اي حد خالص سال، مفيش اي حد تعامل مع الموقف، فالله يكون في عونه بصراحه. اللعيبه برضو مع احترامي مفيش حد زاره، مفيش حد راح له. انا عارف ان الموقف صعب، يقول لك انت بتدعم حد اخطا او مثلا تسبب في قتل حد او في موت حد. يا جماعه ما بدعمش، هو الموضوع انا مش رايح اقول لا طلعه براءة، لا خلاص اللي اخطا هيخطأ، خلاص اخطا هياخد عقابه، بس مش هتبحه يعني مش هتبحه من كل حاجه يعني، كلنا ممكن نتعرض. بس يا جماعه وقفه حتى يعني، مجرد ان انا احس ان انا حتى كلمه معنويه، حتى معامله زمايلي، حتى لما بحس ان انا في ازمه والاقيهم موجودين، دي حتى بتديني اطمئنان. اخطات، محدش يقول محدش قال ان هو ما اخطاش، اخطا خطا صعب جدا وشنيع ومعرض لكل الناس اللي تمر بيه، صح؟ بس فين لعيبه الكابتن الفرقه؟ فين الكباتن؟ فين مدير الكوره؟ فين رئيس النادي؟ فين المستشارين؟ لو ما قال لك احنا مالناش دعوه، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا مستمرين في متابعة قضية أحمد فتوح نجم الزمالك. ماذا ينتظر أحمد فتوح في حالة عدم التصالح مع أسرة الضحية؟
قرار بتأجيل محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح لشهر سبتمبر، وفتح الباب أمام العقوبات التي تواجه اللاعب في حال تصالح اللاعب مع أسرة الضحية. ووفقا لبيان النيابة العامة، يواجه أحمد فتوح تهم القتل الخطأ وتعاطي وحيازة المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، ففي حالة تصالح لاعب الزمالك مع أسرة المجني عليه تسقط تهمة القتل الخطأ، والتي تبدأ من الحبس 6 أشهر إلى الحبس 3 سنوات، ويتبقى للاعب تهمة تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، وتبدأ فيها العقوبة من الحبس 6 أشهر إلى السجن 5 سنوات. وكانت قررت محكمة جناية مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد وسكرتير المحكمة حسن عمر تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك لجلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبسه، يعني هو هيفضل محبوس لغاية الجلسة اللي هي 16 سبتمبر. عود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العالمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح اختار من ضابط قسم شرطة العالمين بقيادة المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف قام بالاصطدام بالمجني عليه السيد أحمد أثناء عبوره الطريق بسرعة السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش. وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة القدم محترف مقيم محافظة القاهرة في يوم 11/8/2024 بدائرة قسم شرطة العالمين أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات. وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه السيد أحمد، وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاة القوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا للمواد المخدرة وقيادة السيارة الرقمية بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه ووفاته في الحال. طيب الحالة دي وقفت لغاية كده؟ لا، ده كمان المخدر هيوصله لمواضيع احنا لسه ما نعرفش مداها، يعني هو هيبقى محبوس تحت ذمة القضية لغاية القضية ما يتم فيها يوم سبتمبر. طيب محامي أسرة ضحية فتوح يكشف مصير التصالح والدية. علق شنودة مكارم محامي أسرة ضحية اللاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك الذي لقي مصرعه دهسا تحت سيارة اللاعب وآخر تفاصيل القضية والحديث عن الصلح والدية. شنودة مكارم عبر تصريحاته أنه لم يحدث صلح، وفد الزمالك جاء للعزاء وتم قبول العزاء ولم يتم التطرق إلى أي شيء آخر، وأكد أن إدارة نادي الزمالك أو أسرة فتوح أو محاميه لم يقوم أي أحد منهم بأي خطوة إيجابية للتصالح، وكل ما خرج عبر وسائل الإعلام من أرقام تم عرضها على أسرة الضحية غير حقيقي بالمرة، مؤكدا أن قبول الصلح أو الدية يتوقف على خطوة الطرف الآخر سواء نادي الزمالك أو محامي اللاعب، وقبول الدية أمر خاص بالأسرة. وشدد أن محامي أنا كمحامي يختص فقط بالإجراءات القانونية في الجلسات وتفعيل التصالح إذا تم. يذكر أن المحكمة أجلت الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث حاكم اللاعب بتهمة القتل الخطأ وتعاطي الحشيش والقيادة تحت تأثير المخدر. كل ده كان متوجه لأحمد فتوح. نتمنى طبعا المتوفي أن يسكنه فسيح جنته، وربنا يرحمه ويصبر أهله طبعا مصاب جلل في أسرة، ونتمنى من أسرة فتوح أن ربنا يصبرهم برضو. فتوح لاعب شاب ولي أسرة ولي أب وأم، أكيد كلهم منهارين عليه، ونتمنى أن إن شاء الله إن شاء الله يطلع منها بأقل الخسائر ويبقى درس وعظة ليه ولغيره، مش ليه بس، لا ليه ولغيره،
اللي بيتعاطوا الحشيش سواء لاعب أو غيره، لأن اللعيبة أو أي شاب بيبقى معاه المال بالمنظر ده بيوظفوا في طرق غير سليمة، لأنه دول شباب المفروض يبقى النظر عليهم أكتر من كده. ونتمنى أن قضية فتوح توصل إن شاء الله بإذن الله لحلول، لأن القضية فعلا فعلا قضية كبيرة. ما فيش حاجة ممكن تتقال بعد اللي احنا سمعناه، لأن كل التهم كلها مثبتة عليه، وحيازة الحشيش ده حيازة ده اتظبط بيها والتحليل أثبت إيجابيتها، يعني كل التهم كلها مثبتة عليه. نتمنى إن ربنا يتولاه برحمته طبعا ويطلع من الأزمة اللي هو فيه. هو لاعب كبير، لكن الحاجات المغريات اللي كانت حواليه كانت أكبر منه. نتمنى إن شاء الله إنها تكون أزمة وتعدي بإذن الله، وتبقى عبرة لي في المستقبل بإذن الله، لي ولكل الشباب. تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم، وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك المحترم.